التكنولوجيا بصمتها بتزيد في معارض الكتب الدولية مستقبلا. فممكن نشوف الواقع المعزز والافتراضي يكون جزء من تجربة زوار معرض الرياض الدولي للكتب، أو حتى عروض ثلاثية الأبعاد للمؤلفين وكتبهم. ممكن يكون للكتب المسموعة مكان فيها وتجربة مختلفة عن أي كتاب مسموع جربت تسمعه من قبل. وكل سنة بتزيد تطلعاتنا لكيف ممكن تكون تجربتنا مختلفة. الأنشطة كل سنة بتزيد، الحوارات والندوات تختلف فوائدها ويزداد تنوعها، والتوقعات لكل معارض الرياض الدولية للكتب مستقبلا هي عالية جدا، والانبهار بيكون بعيون كل زائر يتكرر كل سنة.